مهمة جدا. رادع. طيب يا فندم، هو قبل ما نقول رادع في دي بقى، هو معظم ناس دول العالم ماشية على نظام ايه؟ بتعمل تأمين خاص اسمه الحوادث التي لا ينتج عنها إصابات، موجودة في كل دول العالم. انت معاك دفتر بتوصف فيه الحادثة، وكل قائد مركبة معاه القصة دي. خبطنا في بعض لا قدر الله، بدل ما ننزل نمسك في خناقات بعض والناس تتفرج علينا وتسلك وده زي بعض يا جماعه وما يصحش، ما هي دي سبب التعطيله كلها. لا، هو عارف حقه وعارف حقه، بيروح اتنين راكنين على جنب، يروح كاتب اللي حصل عنده واللي حصل عنده، يقول سبب الحادث ايه، بيجي الضابط المرور بيجي او عربيه النجده او دبي مطبقه النهارده، الشركه نفسها بتنطلق عندها شاشات مراقبه، بتنطلق في ساعتها الراجل بتاع التامين بيعرفوا مكان الحادثه من غير فين تبلاغ. فين خلاص، يمضي له ده يمضي له، مع السلامه، خلاص كل واحد بياخد حقه وبيصلح عربيته، الموضوع انتهى على كده. طيب في عقوبه تانية صادمه اكثر من كده بقى. حضرتك بقى كل ما بتعمل حادثه شركات التامين دي بتزود عليك التامين، نفترض انه بيامن عليك مثلا ب 10,000 جنيه في السنه، سنة جاية 20,000. طب عملت حادثة تالتة لغاية ما يرفع، أقول له لا، دور على حد تاني يأمن عليك. احنا نبحث في هذا الأمر للجنة التشريعية، وعندنا شركات التأمين كلها نعمل حاجة زي كده. ما هو غالبا دي هتخفف من مشاكل كتير جدا بتحصل، لأن معظم وقف في الطريق، أنا خبطت مستني بقى الظابط لما يجي عشان يعاني الحادثة فيحصل لنا مشكلة. ده احنا لو استنينا، لكن الناس هي بتؤسر السلامة ساعات وتمشي وخلاص وما فيش حاجة. بس ده برضو ما هو بيدي اللي هو ايه، ما هي انا كل مرة هقف الوقفة دي ما عملتلكش حاجة، ده انت الغلطان، ونخش في جدل مين اللي غلطان وعشان ما نعطلش فنمشي وخلاص، فبقى اسلوب متبع. لكن النقطة كمان برضو يا فندم، ان غالبية سائقي سيارات النقل مش هم اصحاب العربيات، ده شيء طبيعي ده بيبقوا فبيبقوا هم اساسا مش هو اللي شغال، او العربيه مش ملكه، فبالتالي برضه هو ماشي زي الطيران، ويهمه ان هو يوصل بسرعه علشان يعمل نقله تانية برضه وتالتة. كل ده له حلول. يعني انت حضرتك كان برضه من ضمن مواد القانون 2008 ان بيضع جهاز معلومات ما حدش يتمكن منه غير ده، بيحدد الجهاز ده بيقول لنا في الراجل ده كان ماشي بسرعه قد ايه وبقى له قد ايه سايق، ولو حصلت حادثه ايه سبب الحادثه، ايه فرمل، ايه عمل ايه. للاسف ده برضه لسه ما اتطبقش، لسه مش موجود. ده لو موجود ده حضرتك ده هيوفر الموضوع كتير جدا. سياده الضباط ومعاه ميديا معانا بيخش فيها، يبتدي يعرف سبب الحادث ايه ويقول له ما تسوقش اكتر من كده، ان معظم الناس النهارده بتتكلم ايه، الراجل ده جاي من اسوان ما نامش بقاله 24 ساعه. ايوه طب الكلام ده احنا نمنعه، هنمنعه ازاي؟ الناس تقول لك طيب ما نخليه معاه اتنين سواقين. يا جماعه علينا حلول تكنولوجيه. تكنولوجي اللي انا بقول لسيادتك عليه ده هو موجود في قانون المرور، عايز يتطبق. وطبعا ما تطبقش ليه؟ مش تقصير في الداخليه، هذا طلب من الداخليه الدوله او الحكومه، لغايه ما نجيب محدد السرعه ولغايه ما نجيب الجهاز اللي هو جامع المعلومات ده. ده هيخلي السواق مش لو الضابط طلع وبص في الجهاز عن طريق الجهاز اللي معاه ولقى سايق اكتر من 8 ساعات هيقول له يركن غصب عنك وحرار المخالفه. اللي انا فهمته من كلام حضرتك سياده اللواء ان احنا، يعني انا كنت لسه هقول لحضرتك ان احنا الدوله عملت توسعات كثيره في الطرق، فبين عندنا 4 حارات وفي طرق 5 حارات وست حارات وكده. هل مع الزياده السكانيه وخصوصا فيما يتعلق مثلا بالطريق الدائري احنا محتاجين نوسع اكتر، ولا هي المساله مش مساله توسيع حارات؟ لا يعني اظن سيادتك حاجه، اللي حصل في الطريق الدائري ده طفره كنا بنحلم بيها. طبعا حلم الاحلام. انا عن نفسي لما كنت في الخدمه كنت بقى في الصبحيه والطريق ده كان حارتين 3 حارات كتير قوي، وتيجي عند منزل اي منزل من المنازل عشان بس ايه يصرف في القاهره ولا يصرف في الجيزه. صحيح. كارثه. عندي النهارده عندك 6 حارات، ده مش معناه ان انت ده يعمل سيوله مروريه، بالعكس ده عمل سيوله مروريه ونقل نقله كبيره جدا، بس الناس استغلته غلط انها بتسوق بسرعات عاليه، بس في رادارات موجوده عليه. فهو هنا بقى بنتكلم عن نقطه من وجهه نظري برضو المحدوده. النهارده احنا عاملين مخالفه السرعه قانون بيقول من 300 الى 1500 حسب القاضي يعني سيتحكم بايه، والحبس 6 شهور او احداهاتين عقوبتين. ثم هناك تصالح ان انا حضرتك توفي السيد الضابط وقفك او اي بعت لك رساله خلال 72 ساعه تروح حضرتك تدفع نص قيمه المخالفه. لا احنا نلغي الكلام ده، مفيش حاجه اسمها تصالح في مخالفات السرعه. مخالفات السرعه